صداع قبل الفطور وثقيل من بعد اذان ديال المغرب، والعائله مجموعه وكلشي فرحان، وحتى اللي ما فحالوش كتفطروا مائده الرحمن، ومن وراها كلشي ماشي للتراوح، وكاين اللي بغي يختم القران، دراري صغار كبار كلشي ماشي بالفوقيات ديالهم. حنا مقبلين على كنز ماشي شهر الغفران. جمع اللي قدرتي عليه من ستوك ديال الحسنات، ما تضيعوش، يقدر يكون اخر شهر ليك ويقدر يكون بداية لحياة جديدة. كنتمنى يجمعني بك هذا الشهر بالخير والغفران إن شاء الله، ورمضان مبارك سعي بالنجاح إن شاء الله. إلا سمعتي هذا الفيديو ولا شفتيه عرف راسك عزيز، وحتى أنت صيفطوا الإعزاز عليك، ما تخليش يوقف عندك. تمنيت شي نهار كون بحال هاد الفيديوهات هما اللي انتشروا عينا من الفضايح. شكرا.